طيب الاهلي بيستعد ازاي بقى لمواجهه الزمالك؟ والاخبار والكواليس والمعلومات والنهارده التدريب الاخير والختامي، وعلى طول هيتجه الفريق لاحد الفنادق للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهه الزمالك. كل التفاصيل دي بالتاكيد هنعرفها من خلال زميلنا محمد توفيق اللي موجود حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نستطلع منه اخر الاخبار والمعلومات من معسكر الاهلي. توفيق مساء الفل والبدايه موفقه ان شاء الله باذن الله. يكون التوفيق يا توفيق بكره في مباراه الزمالك ويكون الحظ ان شاء الله مع الاهلي ويكسب هذه المباراه. مساء الخير يا محمد، تحياتي ليك ولكل جمهور النادي في كل مكان اللي بالطبع ببارك لهم على بطوله الدوري 43 وكمان على البطوله الخامسه هذا الموسم، وباذن الله العدد مرشح لزياده، وباذن الله كمان تكون بطوله الكاس باذن الله في خزينة بطولات النادي الاهلي ونوصل لست بطولات وتبقى العلامه الكامله باذن الله في موسم اكثر من رائع للجهاز الفني واللاعبين. كعادة النادي الاهلي دائما عند حسن ظن جماهيره، وزي ما انت قلت يا محمد لقب الدوري حسم، وزي ما اتكلمنا مع بعض قبل كده ان احتمال كبير جدا يتحسم من يوم 10/7 وده اللي حصل بالتاكيد. لكن طبعا مباراه القمه مباراه كبيره ما بين الاهلي والزمالك، بغض النظر طبعا عن يعني ترتيب النادي الزمالك في الدوري وان هو مش منافس الاهلي الرئيسي او الاساسي هذا الموسم، ولكن تبقى مباراه ذات جماهيريه وشعبيه طبعا هي مباراه القمه المصريه. السعاده على قدم الوثاقه محمد، يمكن طبعا شفنا بعد ماتش الاتحاد وفرحه اللاعبين الكبار اللي يعني ذكرها مستر كولر في المؤتمر الصحفي، قال لك اللعيبه فرحت بالاجازه اكتر من الفوز كمان بالثلاث نقاط طبعا لحاله الضغط اللي كان فيها اللاعبين. اعتقد ان القرار كان اكثر من رائع من مستر مارسيل كولر انه يريح اللاعبين سواء بدنيا او عصبيا قبل مباراه مهمه كمان، والحمد لله بندخلها واحنا يعني حاصدين لقب بطوله الدوري العام. يمكن البطوله 43 رقم كبير وصعب على اي حد يحصلها محمد، يمكن انت النادي الاهلي تقريبا واخد حاجه و60% من نسبه عدد القاب الدوري على مدار تاريخه، واعتقد ده رقم صعب على اي نادي حققه في اي دوله في العالم. يا رب دايما يديمها نعمه علينا. على طول الفريق بالامس بدا استعداده لمباراه الزمالك بمران قوي جدا، سبقه بالطبع محاضره للجهاز الفني اتكلم فيها طبعا خلاص فصلنا حاله الفرحه بالدوري، هتتاكد بكره ان شاء الله عقب مباراه الزمالك، ولكن احنا مركزين في مباراه بكره، عايزين نقدم مباراه كبيره تليق بجمهور النادي الاهلي وتفرح كل جماهير النادي الاهلي. ده طبعا كان كلام على لسان الجهاز الفني. ومن بعدها على طول انتقل التدريب لملعب مختار التشيرة بالجزيره، كان تدريب قوي جدا شارك فيه زي ما انت قلت عدد قليل من الناشئين، وطبعا شهد يعني عوده اللاعبين اللي كانوا موجودين في منتخبنا الاولمبي في بطوله افريقيا تحت 23 سنه المقامه مؤخرا بالمغرب، واللي الفريق حصد فيها الميداليه الفضيه، وصعب بالطبع لاولمبياد باريس 2024. يمكن طبعا حمزه علاء واحد من نجوم البطوله وكان احسن حارس مرمى في البطوله كان مشارك في تدريب الحراس بجانب محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وكمان تواجد محمد اشرف واحمد نبيل كوكا، وطبعا عدد قليل من الناشئين. طبعا بالطبع مرشح زي ما انت قلت محمد للزياده عقب مباراه الزمالك، طبعا راحه اللاعبين من عدمها مشاركه الناشئين من عدمها طبعا ده قرار يعني اولا واخيرا يرجع لمستر مارسيل كولر، ولكن زي ما انت قلت بالطبع هيكون في منح عدد كبير من اللاعبين الفرصه وكمان عدد من الناشئين اللي طبعا كانوا موجودين في فترات كبيره جدا على مدار الموسم يا محمد، ولفت عدد منهم طبعا نظر مستر مارسيل كولر زي ما بقول لك وباكد لك لسداد على قدم الوثاق. يمكن اقل من ساعه وهيبدا التدريب الرئيسي للفريق اللي هيشارك فيه الحمد لله جميع اللاعبين، حيث ان يعني قائمه الاصابات خاليه الحمد لله باستثناء طبعا عمرو السوليه ومحمود متولي اللي بيغيبوا من فتره، ولكن باذن الله كل اللاعبين يكونوا في احسن حاله بدنيه وفنيه، وباذن الله محمد نحتفل غدا باذن الله ببطوله الدوري العام في استاد القاهره وامام جماهير النادي الاهلي باذن الله رب العالمين. باذن الله محمد. طيب عايز اعرف منك الاجواء في مقر النادي في الجزيره، يعني الاجواء وانت قريب من ملعب التتش وفي مدخل بوابات النادي، جماهير الاهلي اللي بالتاكيد القريبه جدا من بوابات النادي، في عدد بيبقى من الجماهير عند البوابات عايز يلتقط صور تذكاريه مع اللاعبين اعضاء النادي، يعني انت موجود من الصبح في النادي، شايف الاجواء ازاي والناس مستقبله ازاي فكره الاهلي بطل للدوري وعنده مباراه قمه غدا؟ كنا دايما بنعيش الاجواء دي وشايفين مباراه قمه بيبقى في كلام كتير جدا عليها قبل موعدها يعني بساعات. يعني زي ما انت قلت محمد دي اجواء اعتدنا عليها كثيرا، كانت الاجواء مختلفه المره دي، يمكن حاله من الراحه والارتياحيه على طبعا جماهير النادي الاهلي، انت خلاص حسمت بطوله الدوري العام. المباراه بالطبع بكره في غايه الاهميه خاصه زي ما قلنا انها مباراه جماهيريه من الدرجه الاولى، ولكن طبعا انت داخل وخلاص حسمت لقب الدوري رسميا وبقيت حامل اللقب، فطبعا ده مديك شويه اريحيه. الجمهور كمان يا محمد يمكن البعض بيحب زي ما انت كنت بتتكلم في مقدمتك ياخدوا شويه لبره الكوره وبره الملعب ويحاول يفصل عليك كمان فرحتك بالدوري، ده بنشوفه كتير جدا.
جدا، ولكن اعتقد جماهير النادي الاهلي واعيه جدا ورا لاعبتها ورا جهازها الفني ورا كمان مجلس ادارتها في المقام الاول. فيعني الاعضاء جماهير النادي الاهلي حاله من الفرحه الارتياح، ولكن يبقى طبعا جمهور النادي الاهلي كعادته واعضاء النادي الاهلي كمان ما فيش حاجه يعني زي ما بنقول بترضي طموحهم غير الفوز وتحقيق 3 نقاط، وبالتالي اي بطوله بيخش فيها وما بالك بقى مباراه الزمالك يا محمد. فالناس كلها بالطبع مستنيه تشوف ابطال الدوري، ابطال افريقيا، ابطال الخماسيه هذا الموسم غدا في عرض قوي جدا، مستنيين عرض ونتيجه واداء من اللاعبين عشان زي ما قلنا تبقى فرحه الدوري فرحتين، بتكسب في وسط جماهيرك، بتحتفل في استاد القاهره معقلك التاريخي ببطوله الدوري العام. ومش بس الدوري العام يا محمد، يمكن جمهور النادي الاهلي من كلامنا معاه لا ده بيحتفلوا بحاجات كتير قوي زي ما قلت لك، بطوله افريقيا ال11، بطوله الدوري ال43، وعوده البطولات بشكل كبير جدا، وموسم الحمد لله استثنائي كعاده النادي الاهلي. يعني زي ما بتقول جمهور النادي الاهلي دايما متعود يا محمد على الرباعيه والخماسيه والسداسيه كمان باذن الله السنه دي ان شاء الله. وانت بتتكلم معايا توفيق يمكن قدامنا لقطات طبعا، يعني ماتش الخماسيه ماتش ال5-3 كان بيتعرض قدامنا اهو على الشاشه، هدف اليو ديانج، هدف علي معلوم من ضربه جزاء، والحركه الشهيره بقى لعمرو السوليه. للاسف هنفتقد السوليه بكره في مباراه القمه بعد التمريره الرائعه اللي عملها، انا شايفها بصراحه هي الهدف. يعني طبعا محمد شريف كمل الهدف، بس بصراحه تمريره السوليه كانت رائعه، والهدف الرابع تمريره قفشه من ضربه ركنيه، والركنه اكنك بتلعب ثلاثيه كره باسكت، يعني بتلعب باسكت بول كره سله اليو ديانج. اتمنى يا رب يكون ديانج جاهز وموجود بكره باذن الله. كمان علي معلول وركله الجزاء والهدف الخامس، ماتش كان رائع جدا يا توفيق. ممكن فرصه ان شاء الله باذن الله نحتفل ويبقى المباراه دي يعني فعل خير نقررها بكره باذن الله يا توفيق. لكن عايز اسالك كمان على الجهاز الفني، يعني النهارده شفنا احمد صديق، وامبارح كان موجود احمد صديق، دايما بيكون متواجد في تدريبات الاهلي عشان فتره المعايشه، كمان وجود الكابتن وليد سليمان امبارح النهارده ممكن يكون موجود، هل الامر برضه متعلق بمعايشه مع الفريق الاول ولا اسباب الحضور يعني يا توفيق لو عندك معلومه؟ بالطبع محمد انت بتتكلم على اثنين من اوفى ابناء النادي الاهلي سواء احمد صديق او وليد سليمان، لا هم السبب ده الحالي اللي موجودين عشانه في تدريبات الفريق هي فتره المعاش طبعا، والاستفاده من مدرب كبير زي مستر مارسيل كولر، يمكن مدرب كبير يليق بتاريخ النادي الاهلي قبل النادي الاهلي طبعا، مسك منتخبات كبيره وانديه كبيره على سبيل المثال منتخب سويسرا ومنتخب النمسا وحقق معاهم نتائج اكثر من رائعه، فاعتقد ده سبب تواجدهم. ودايما يا محمد حتى من غير سبب بتلاقي دايما نجوم النادي الاهلي السابقين على اختلاف الاجيال موجودين جنب فرقتهم جنب جهازهم الفني، ده بيبقى حاله من يعني زي ما بنقول الدفعه المعنويه للاعبين والوقوف بجانبهم. وعلى ذكر بقى محمد انت اتكلمت عن مباراه الموسم اللي فات مباراه الخمسه، يمكن احنا طالعين يعني لا اخفيك سرا كسبانين 5، واعتقد ان انا واحد من الجمهور ده كنا غضبانين جدا بعد المباراه، لان اعتقد المباراه كانت تستحق الخروج بنتيجه اكبر من كده بكتير. يمكن يعني افتكر دايما مقولة مستر مانجوزيه في سنة 2002 يا محمد بعد ماتش السداسية الأشهر على الإطلاق طبعا، إنه عنف اللاعبين بعد انتهاء المباراة، ويمكن اللاعبين ما خدوش مكافأة فوز ويمكن اتمرعوا منها بسبب إن اللاعبين قال لهم دي فرصة تاريخية مش هتتكرر وأنتوا تخاذلتم، وكان أعتقد النتيجة مرشحة لأكثر من كده. أعتقد الأمر يعني تكرر مرة ثانية في مباراة الخماسية، يعني يا ريت بقى يعني لاعبي النادي الأهلي زي ما صالحونا بعودة الدوري وبطولة أفريقيا يصالحونا كمان بكرة بأداء ونتيجة أكثر من رائعة تليق بجمهور النادي الاهلي وطموحاته وفرحته بفرقته وفرحه الفريق الفائز بخماسيه وعلى راسها طبعا دوري ابطال افريقيا وكمان الدوري العام. ويا رب دايما في بطولات وافراح يا محمد، وجمهور النادي الاهلي دايما زي ما بيقولوا بحلق مع نسر النادي الاهلي عالي جدا بعيد عن اي حد، متربع على عرش الكره المصريه والافريقيه، ومش بس الكره يا محمد والله احنا تقريبا تمام تتكلم 24 لعبه انت صاحب الرياضه فيهم ورقم واحد فيهم على مستوى طيب مصر وافريقيا الحمد لله رب العالمين. يعني اذا كانت 5-3 مزعلك يا توفيق اهو بيبو جاب لك 3-0، يعني لو 5-3 شايفها مش مناسبه 3-0 اهي اخر مباراه واللي محمد شريف احرز فيها الهدف ال50 ليه مع النادي الاهلي في الدوري العام. شكرا ليك يا توفيق وكل التوفيق يا رب كمان للنادي الاهلي بكره في مباراه القمه امام الزمالك. مباراه 3-0 دي كانت مباراه مميزه جدا والاهلي ظهر فيها بشكل رائع، وسبحان الله كانت اول مباراه قمه الكهرباء بعد الايقاف واحرز هدف.